آخر رحلة قمت بها؟ آخر رحلة قمت فيها كانت إلى مدائن صالح. مدائن صالح. نعم، ففضلت أني أكون أول رحال سعودي يدخل مدائن صالح مشيا على الأقدام. أي أبغاك تشرح لي هذه التجربة إيه بشكل مختصر، إيه لأنك قلت لي تحت الهواء مشيا على الأقدام، أتوقع 6 ساعات أو 7 ساعات. 5 ساعات. 5 ساعات. إيه أي 5 ساعات. كان معي شنطة الرحلات أحملها على ظهري، طبعا فيها بطاريات للجوال، إذا فضلت البطارية تكون تشحن لي، فيها أكل، فيها ماء، كل ما أحتاجه خلال الرحلة هذه، فيها أحذية احتياط، فيها ملابس احتياط للرحلة. طبعا دخلت مدائن صالح، أول ما تقابل القطار، بعدين تجيك محطة القطار، تجيك العرض المرئي، محطة العرض المرئي، بعدين القلعة الإسلامية، نعم بعدين تمشي مسافة كيلو ما بين القطار والمدافن والمقابر. نعم طبعا أنت وأنت تمشي على رجولك تستمتع صحيح. بالرحلة. أنا أحب الرحلات اللي تكون